ناجلة، لو قدامك فرصة تراجعي أعمالك، إيه المشهد اللي مش هتعمليه؟ البوسة. تمسحيه البوسة مع خالد أبو النجا؟ هو أنا حتى كان صعب مشاهدته ليه، مع إني عملته ما كنتش في هذا ليه؟ معرفش أنا ده يعني. انت وانت بتمثلي انت حياه، بس لما كنت في السينما كنت نجله بتتفرج. دموعك كانت حقيقيه؟ اه ده استاذ داود كان مصر ان تكون دموع حقيقيه. لو اصبحتي وزيره للاعلام، مين المذيعه اللي هتوقفيها فيها؟ كتير طب كتير. قولي اتنين. لا اسامي مش هقول، انا في ناس ما اعرفش اساميها عايزين يتمسحوا يعني ما اعرفش اساميهم اصلا يعني انا دي مشكله في الاعلام. طب مين اكتر حد؟ لا واحد أو واحدة. طيب والله ما أعرف أساميهم، والمصحف أنا بشوفهم وبقول مين دول، ده لازم يتمسحوا فعلا يعني. أنا ما أعرفش أساميهم يعني، دي مهزلة إعلامية. طب إيه اللي مش عاجبك فيهم؟ هو ده الإعلام؟ أنا دارسة إعلام. ما هو إيه التركيبة إيه كلها الإعلام اللي أنت مش عاجبك ده؟ أنا ما أعرفش يعني إيه كلمة مذيع. أنا أعرف كلمة إعلام، في فرق ما بين مذيع وإعلام. مذيع دي بالنسبة لي موديل يعني، إعلامي ده واحد فاهم يعني إيه هو الإعلام والعملية الإعلامية، على الأقل قارئ ليها ودارس، ما بقولش لازم يكون دارس يعني. بس اللي بيحصل ده فقرات ترفيهية مضللة، سب وقصف و... لا 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 لا، ده مش إعلام يا ما أقدرش أقول عليه إعلام. إذا أنت بتسلينا بحاجات بس للأسف بتسيء لينا وبتسيء للشعب. بنسبة كم في المية؟ لا بنسبة كبيرة. أنت لو بتقولي عايزة ألغي كام، ألغي من الإعلام ككل في كل قنواته وفي المحطات فوق 85% إذا ما كانش 90%. معقول؟ نلغيهم كلهم بقى عشان نريحك. اللي فعلا اقدر اقول ان انت لغايه النهارده ممكن تتفرج عليه وتحترمي هذه الكلمه قليلي. طب اقوم اروح انا كمان؟ لا ما كنتش جيت لك. وعلى فكره انا بنزل للناس اللي بحترمها فعلا. دي شهاده اعتز بيها والله بجد بجد. لا ان انا اعلاميه، فما ينفعش انك تقعدي مع حد انت واثقه ان هو مش هيقدر يخاطبك فكريا، ما اعرفش حاجه.